بس سولا، ايش تتمني لنفسك؟ كثير اشياء. انا دائما اقول من اكثر الاشياء اللي بحمد ربي عليها هي راحة البال. حوالينا كثير عالم بسمع دائما ما نقدر ننام، عندنا ارق. انا من الناس اللي الحمد لله يا رب احد يعطيني عين على الموضوع، بس بحط راسي على المخده وبنام. بسم الله تبارك الله. لو ايش ما كان، لو في برا حرب عالميه بحط راسي وبنام. عشان كذا دائما بقول للوجين انه على قد ما انا احيانا بحس حالي قاسيه مع اشخاص معينين، ما بجرح بس قاسيه في مواقف معينه، الا انه هذه المواقف صارمه الى 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 حد ما، الى انه هذه المواقف هي اللي بتخليني احط راسي على المخده. مش ظالمه احد، بس كمان مش مظلومه. في ناس يقول لك نام على المخده مظلوم مش ظالم، لا، كمان المظلوم بيتعب فعلا. فانا ما ابغى يعني احنا مش في الاخير احنا بشر، ما حنقعد نكذب على بعض ونقول احنا مثاليين. بحب احط راسي على المخده ظالمه مش مظلومه. لا لا لا. مش ظالمه، كنت اقولها زمان لانه مجرد مثل بينعاد. بس لقيت انه لا، انا لا ابغى اكون مظلومه ولا ابغى اكون ظالمه. انا اكون بحالي، اذا قدرت اعطي اعطي، اذا قدرت اخذ اخذ الى حد معين طبعا لحد ما. بس هذه اللي دائما اقول يا رب تدوم علي راحه البال.